النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، والتي تشير لوجود كميات كبيرة من السحب والغيوم في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، تتسبب بهطولات مطرية واسعة النطاق في السواحل السورية واللبنانية وبعض الأجزاء الشمالية من فلسطين والأردن، كما تتساقط ثلوج على أغلب المرتفعات الجبلية العالية في سوريا ولبنان، ذلك نتيجة تدفق لهواء بارد جدا نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. كنا قد أشرنا أن هناك كتلة هوائية ذات أصول قطبية شديدة البرودة تدفقت ووصلت إلى المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، طبعا في أمر غير معتاد أن تستطيع الوصول مثل هذه الكتل باتجاه المنطقة. درجات الحرارة كما لاحظنا انخفاض لافت وكبير في أغلب ومختلف المناطق، كما نلاحظ يستمر تدفق هذا الهواء البارد باتجاه المملكة، بحيث تكون الأجواء ليلة السبت على الأحد شديدة البرودة في أغلب المناطق، وقارصة البرودة في بعض المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، بحيث تنخفض درجات الحرارة هناك إلى ما دون الصفر المئوي. وبشكل عام يبقى الطقس غدا حتى الأحد باردا إلى في أغلب مناطق المملكة. يوم الاثنين يتوقع بقاء الكتل الهوائية الباردة في المنطقة موجودة، وبالتالي تبقى درجات الحرارة إجمالا منخفضة، في حين أن يوم الثلاثاء يبدأ تدريجيا صعود هذه الكتل الهوائية الباردة نحو الشمال الشرقي مبتعدة عن المنطقة، ويبدأ هواء أكثر دفئا بالتدفق كما نلاحظ باتجاه المملكة. توقعات الهطولات المطرية خلال 24 ساعة القادمة، يتوقع أن تكون الفرصة مهيئة هذه الليلة لأن تهطل بعض الزخات من الأمطار والبرد في المنطقة الشمالية من المملكة على وجه التحديد. أمطار خفيفة محتملة في المنطقة الوسطى، ولكن فرصة الأمطار بشكل أساسي خلال ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة وصباح يوم الأحد تركز في المنطقة الشمالية بشكل عام، وحتى خلال ساعات النهار تبقى الفرصة مهيئة لبعض الزخات من الأمطار في أقصى المناطق الشمالية من المملكة، في حين أن المناطق الوسطى والجنوبية بالإضافة للمناطق الشرقية تقريبا فرص الأمطار منخفضة، ولكن مع التأكيد على أن درجات الحرارة منخفضة بشكل عام في أغلب هذه المناطق. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان، فالأجواء باردة جدا، درجة الحرارة الصغرى 7 درجات مئوية، تنخفض إلى ما دون ذلك في بعض المرتفعات مع أجواء غالبا غائمة، هناك احتمال لبعض الزخات المحلية من الأمطار في ساعات منتصف وما بعد منتصف هذه الليلة. توقعات الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة نستعرضها سوية. بالنسبة ليوم غد الأحد متوقع أن تكون درجة حرارة 12 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 7 درجات مئوية، والأجواء باردة للغاية، ودرجات الحرارة بالمناسبة أقل بكثير من المعدلات المعتادة. ارتفاع يوصف بأنه قليل على درجات الحرارة، وبالرغم من ذلك تبقى الأجواء باردة نسبيا ودرجات الحرارة أقل أيضا بكثير مما هو معتاد عليه، مع أجواء غائمة جزئيا وفي ساعات الليل 6 درجات مئوية مع ظهور كميات من السحب والغيوم، وبالتالي قد يعيق ذلك يعني عمليات تحري هلال شهر رمضان بسبب أن هناك كميات كبيرة من السحب والغيوم موجودة في الأجواء، في حين يوم الثلاثاء يتوقع أن يطرأ ارتفاع أيضا آخر على درجات الحرارة، ولكن بالرغم من هذا الارتفاع وبالرغم من استقرار درجات الحرارة والأجواء لأنها تبقى دون المعدلات المعتادة، تسجل درجة الحرارة 17 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 9 درجات مئوية، وبشكل عام فهي هذه المستويات مستويات شتوية. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة العظمى لنهار يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في مدن ومحافظات المملكة، نبدأها شمالا من إربد 15-9، عجلون 13-8، في جرش 15-9، وفي المفرق 15 إلى 7 درجات مئوية مع فرص لهطول بعض الزخات المحلية من الأمطار في هذه المناطق. في العاصمة 12-7، في البحر الميت 22-16، في مأدبة 14-6، في الصلب 13-8 درجات مئوية مع احتمال لزخات محلية من الأمطار أيضا، وفي الزرقاء من 15-9 درجات مئوية. انتقالا إلى المناطق الجنوبية المملكة تكون في الكرك 13-5 درجات مئوية،
في الطفيلة 14-5، في جبال الشرى من 10 إلى 5 درجات مئوية، في معام من 16 إلى 7، أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى حدود 24 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون الصغرى ليلا حوالي 15 درجة مئوية. ختام هذه الجولة، في المناطق الشرقية تكون في رويشة 19 إلى 6 درجات مئوية مع رياح قوية وأجواء مغبرة وأجواء باردة في ساعات الليل، 17 إلى 6 في الصفاوي و 18 إلى 7 درجات مئوية في منطقة الأزرق. قبل الختام، بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة، ومن أهم ضرورة مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل هذه الظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة، ضرورة الانتباه من مخاطر تشكل الصقيع وتدني درجات الحرارة في بعض المناطق، وأخيرا من ضرورة ومراعاة ارتداء الملابس الثقيلة في ظل هذه الأجواء الباردة ودرجات الحرارة المنخفضة. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.